الحاج علي باروش اللي كيخدم الخدامه وكاكلهم في الحقوق ديالهم. ما كاين لا ضمان اجتماعي، لا تغذيه صحيه، لا ترسيم، لا اقدميه، لا عطل سنويه، لا مناح سنوي، لا مناح المردوديه. هذا هو الباترون علي باروش الجبار الطاغيه. الخدام كيخدم عنده من 7 ديال الصباح، من 6 ديال الصباح حتى 8 ديال العشيه، بلا حقوق بلا قوانين. و 80 عام وباقي مخدم مازال الخدامه. غنطالبو الباترون، هذا الباترون مسلط حقوقنا وحنا كنظلموا ليه وقفه. حقوقي حقوقي دم في عروقي سأنتزعها ولو أدموني. دم في عروقي سأنتزعها ولو أدموني. حقوقي دم في عروقي سأنتزعها ولو أدموني. حقوقي حقوقي دم في عروقي سأنتزعها ولو أعدموني. حقوقي دم في عروقي سأنتزعها ولو أعدموني. حقوقي دم في عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش الاتحاد المغربي للشغل. بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون، بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون، وبالوحدة اللي بغينا يكون يكون، بالوحدة التضامن 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 اللي بغينا يكون يكون، بالوحدة. اشهد الفوضى، اشهد الفوضى، اشهد هاي لا ليلة بو تحرر تسير لداركم. اش قاعد مقابلني هنا تحرجوا لي؟ اجيتوا للخدمه ولا اجيتوا للفوضى؟ اجي الروبان يلاه سي الحاج، اشهد هاي لالا دايرين هاد، وهادي راسي ديال المقدمه دايرين نقابه له. اش مخرينا نقابه ولا ما نقابه؟ اش يطلبوا؟ وابو الحقوق ديالهم. اش من حقوق عندي ماك انت ولا هما؟ وهادشي اللي يقولوا انت الحاج. الحقوق ما دارتهم الدوله وما دارهم الكبار والوزراء، نديرهم انا. وزير عباد الله عنده الخدامه 80 عام و 68 عام، ها هما معاكم هنا وما داير لهم الحقوق. انا اللي عندي 70 دكتار. وهادشي باش كيطالبوا الحاج؟ باش يطالبوا؟ شكون اللي سامك ليهم؟ شكون؟ وهذاك النيه راهو ما عندهاش تعشاو ديك النهار. بالراحه على قليل النيه. وتكلم النيه. اش من نيه عند بابا انت ولاهم؟ السلام عليكم الحاج. اجي بعدا انت؟ فين تجي لك؟ ما علمتني شحال هذا. اش كدير؟ اش حطك هنا؟ ورا كنجي نقول لك عليك ديما وانا انت كتكون مزروب. مزروب تاع السياره مزروب. السلام عليكم الحاج. جيب لي شي قرعه ديال الماء دعيتك الله. اه يا سي الحاج. حطها هنا. الحق الخلاه. يلاه احنا. دخل انت. انا الحاج بسم الله. مالك يا وليدي يا نيه دايرين فيك الثقه وفاميلتك كيطلبوا عليك؟ تخدم لك وخرج ديال من الجنب. الحاج حنا ما درناش حاجه طلبنا عليه هي قانون. باش من قانون عند امك؟ القانون الحاج واضح. ها؟ اش من قانون قولوا لي؟ الناس تاعهم الناس تحت المطالب ديالهم. اش من مطالب؟ احنا بين المطالب ديالنا. ياك كنخلصك؟ واه كتخلصني الحاج.
كتحش الحشيش على الجميع كلشي تنين ديك النهار قلت لك كلشي ما قلت لك والو واخا الجماعه كلشي الحاجه تاكلها ها ولا حاجه اللي كانت فاس بيتها تاكلنا شكون شكون اللي معاك كاع شكون معايا الدراري كلشي الخدامه شكون اللي بقى فيهم الروال وحده هو اللي بقى فيهم وما قالها لي يا ولد حرام واه حنا طلبنا ليه يا اوف عيب الله عيب الله هذا بغى يخرج عليا هذا واش دير الحال وين دير الخرا دار بومو هذيك راه الابره تاع تشرب تاع السكوات هذا الابره تاع السكوات عيد بابا قلت لها لحق الخلا لحق الخلا ها عباد الله يمر دوني ما بغرون لحق علي امك شويه هوايه علفتني عرفنا ندير مع هاد المنافقين شكون اللي ديليغي ديالهم شكون شكون اللي سابق ليهم واهو الحاج هو اجي سلبت المخار اجي اجي انت عندي الحاج نجي انا غادي نجي يا وليدي اليوم نجي انا هاني يا وليدي ضربني ضربني انا بابا الحاج دير لي السيبه ديالي لا ما كاينه سيبه عاد وليدي ضربني ضربني انا كنطالبوها بحقوق الانسان الحاج واش كتحضر قني لك وتجي تحذرني واليوم جاي وداير كبران عليهم زعما وداير فيك الثقه اليوم جاي معرش قدامي طالبوها حقوق الانسان الحاج اش من حقوق انا يعني حق مشروع ضد الغلام وضد الجوع وضد حق مشروع ضد القمع وضد الجوع والاضراب 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 حق مشروع عاش الاتحاد عاش عاش الاتحاد عاش عاش التضامن اش من حقوق انتوما حنا سي الحاج نظمنا في نقابه وما كنطالبوا الا بحقوقنا واش من نقابه علاش دخلتوا نقابه كتدافع علينا على حقوقنا اش من حقوق حيت مضيعين ما دايرين لا تغطيه صحيه لا ضمان اجتماعي ما عندنا لا عطل سنويه لا بدل ديال العمل ما عندنا حتى حمايه من نجيب لكم التكاشت ماشي البيده ديال العمل التكاشت اللي بنجيب لك البيده ديال العمال دمي من اجل حقوق جعلته شلال دمي من اجل حقوق جعلته شلال دمي من اجل حقوق جعلته شلال الو سعادة مفتش اهلا اهلا لك اودي واش هاد الغبورات اودي يا مولاي ادريس لك انا بس وما مهني والو ما مهني والو لا هادشي ما درنا داك النهار كترقد فيا وقلت لي كاع اللي جاتك ها هي ها الفضائل في الفيرما قال لك جابوا لي واحد النقابه واش من نقابه قال لك اتدي ديك يمتي جابوا النقابه يمتي الاتحاد هي الاتحاد هذاك وكلهم واحد الرعواني هنا اللي ما داخل قال لي راه ما كيف يقولها لي واني حقاني خاف منهم يخاف منهم ود الحرم غير يقفقف يلو قالها لي نجيب شطار مياه هنا يربوهم اش بغيو كاع باباتهم قدام المخزن اش ديك السيطريه مشات وداكشي اللي كنت عديت مولاي ادريس هباء منثورا مفتش يا حقير عقد فيك الجماهير 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 مفتش يا منعين عقد فيك الجماهير هو الا قلتوا الملعون ملعون الله الا جبدوها وعملوا هو قريب العيد الكبير جوج الحواله اللي دا عطيتو واحد قال لك بواحد نسيبو دروك قال لك العمال القانون ما القانون المدونه اش من مدونه مرونه هذه اللي بايض يعني في رزقي لا بدا منها واخا نطير ولا ننزل كيفاش الحق بدا من الفوق واش بداو يصفيو فيهم عباد الله اش هاد المصيبه
كاع هادو كاع الكبار بداوهم المحاسبه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانا راه ما حاسب على هاد الضربه القاضيه. اجي هذاك بول الكتاب انت اجي حتى انت معاهم. اي الحاج اش من هي الحاج؟ واش بنت الحاج ما نكذبوا عليك انا نقول لك راه هذوك السوار ديال المكازا. ها هما الحاج ها السوار ها راهم ها هما شدهم انت هاد الروبال دعينا باباك الله يا الحاج راه الا خصك قرينه وحده في المكازا تخلص همك صافي الله يسخر. يلا انت حط هذاك الباكور اللي عندك هز الشفره وسير للشوك. على ما انا نمشي للشوك انا جمل على انت اللي ما عاد القانون ديالو تسير للشوك. وحيانا الله تعاد يرد علينا الهضره. حيانا الله تعاد يرد علينا الهضره. واخا زيد النار جاب باك يطلب عليك. جاي تطلب عليا جاي تطلب على الخدمه دوك انا نطلب على راسي اللي هي قانون. اش من قانون الله يعديك في الراس. تحتي داخل النقابه تندخل النقابه ما طلبت حتى شي حاجه اللي ماشي هي على حقي. اوا كلمني انا ديني كاع عندكم وسير بحالك. أيوة. سير للشوك. ما نعاود الهضره سير للشوك. هاد الدوزان هو تاع الشوك. هذيك الشحنه هي ديال الشوك. هادشي ماشي تاع الشوك. اش بغيتي نجيب لك مازال؟ جيب لنا الدوزان تاع الشوك جيب لنا الحوايج تاع الشوك. اش من حوايج نجيب لك؟ الزباط خاصني اللي قال خاصني الزباط تاع الشوك. اللي قال؟ ايوه. انت انت الطبيب ودير العمليه دير اللي قاد. سير هذوك اللي جيتو على الحريق والعافيه ما جيتو على اللي قاد. سير خبر عليا وجه. ها هو غادي. هز الصفره وسير. ها هو غادي دابا نشوف. يلا. يلا ها هو مشى. قال لي قال لك سوا كاع ما لبستها انا. لك سوا فين ديليغي؟ اجي انت. انا الحاج. نعم. سيفت هذوك الخدامه يغبوا عليا وجاههم وجي راه بغيت نهضر معاك. يا الحاج كل فرح شتم الزمر اشتم اشتم ليه ومسد الموبيل وغسل الكلب. يلا يا امس لقيت الكلب لاوي قزيبته كاع ما واكل دعيت امك الله شتم ولا راه فراسك الدخول حتى انت معاهم. لا واحد حاجه انا راه ماني معاهم. لا وعينيك مزاكلين بحال تاكل الشوك. انا راه ماني معاهم. يلا خدم اجي انت. يا نعم الحاج. شوف الله يرحم الوالدين لا تقول لهذوك المنافقين والو الكلام بيني معاك. واش عندك البيرمي؟ عندي الحاج. علاش؟ هاد ايامات كوماندين واحد البيكوب. قلت باش نعود ندي دوك السلعه للسوق وسميتو تقضي لي الغرض انت. اللهم انت ولا شي واحد اخر بغيت نزيدك شويه ما تقولها لهم وروغ ليا من داك الصداع. دوك المشاكل راه ما صلحوا لك. هاني كنبهك انا مناضل والعمد عليا والتغيير ما يجي ولا يديا. انا برقاقل والعمد عليا انا مناضل والعمد عليا والتغيير ما يجي ولا بيديا. هاي واش كاين تهضروا اش قلت لي؟ السي الحاج عندي بيرمي ولكن ما بيكون منسوقه. واش تسوق انت الروبلان؟ بارك عليا واحد لير اونس 11 11 دير 11 اونس مشي على رجليا بارك عليا. علاش؟ وانت موبيل ما بغيتها؟ راه مزيان اللي تحيد من ديك تاكاب راني فيها غير المشاكل. الحاج نعم عاطي الله لو بغيت تهلا فيا انايا تهلا في الخدامه ديالك يتهلاو فيك. راه مهل واش هو السيمانه ديالك عطيهم حقوقهم. لابد من الحقوق. لابد. غبر عليا زلافتك. غبر عليا زلافتك. نمشي الحاج ولكن في شرف ونقول النقابة يا الحرة نقابي على برا النقابة يا الحرة الخوانة 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 على برا نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع 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 نقابي
مرفوع لا غبر له لا يرد لا يلعب ولا الاخر اجنده داك الحاج الحق فنعم راه كانوا يسولوا عليك شي ناس هنا شكون الناس وكيقول لك كنقول لي ماك ما يدخل حتى واحد الفيرما ديالي وراه جاوا الصباح انا اش من جاوا الصباح راه البارح وراه هذاك الشيء اللي جاوا لا جاوا فاش جاوا حتى موبيل طوموبيل كي دايره وكحله والله يكحلها عليك ان شاء الله اش بغاو وراه يلاه جاوا لقاوك خرج راه كانوا يسولوا عليك قالوا لك هما اصحاب لاكيس اصحاب لاكيس اي راه خلاو لك شي وراق ياك ما سولوك على شي حاجه عاد اش يقولوا اش قال لك وسولوا قالك شحال عندهم الفيرما شحال اش قلت له قلت له عنده جوج واش غول امك انت في جوج ولا ثلاثه غير اللي سولك توريه العصرار ديالي ولابسين الحاشي كوستيما واش حد امك هنا توكل لك البود مزاح طوموبيل وتشطب ولا تعدي الاسرار وانا راه شتهم وتخلعت منهم خلعت منهم إيه. هزينا المكاحل وسولوني قال لي شحال خدام عندهم سولوك على خدامه إيه. اش كاين اش قلت لهم قلت لهم عنده 42 وعباد الله عباد الله 42 إيه. شكون اللي قال لك اسيدي 42 تقولها انا بقي غير جوج ولادي ونسي بيد عيدك الله شكون اللي قال امك تقول لهم 42 ولا 43 وانا داكشي اللي اشترى اللي قلتو ليهم جمع داك التليفون والله تتخلصو الا ما نحيدو ليك من اللي كان ضرب على وجهي انا عندك تليفون هذا مشى عندك شي تليفون ما عنديش واش دير هنا ما عنديش تعرف غير تولي 42 و48 يلا شري التليفون ورا ما عندي باش نشريها ما عندك باش تشريها ايه باش ما تعطينيش باش نشري التليفون وكلت عليك الله وكلت عليك الله اه الحاجة وكلت عليك الله واد عيدكم الله وكلت عليك الله خرجتوا عليا خرجتوا لي على صحتي خرجتوا لي هادشي اللي بيت صافي غبر عليا احنا غبر عليا غبر عليا كنغبر انا خير